السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم كما شفتوا في العنوان غنقترح عليكم اخر ما كاين في الرندة المغربية، لا بالنسبة للقميصات ديال الدار ولا بالنسبة ديال المناسبات. كيف ما شفتوا معايا هاد الموديل كيف ما كتشوفوا بالرندة، مخدوم بالرندة ونفس اللون ديال الثوب، وكاين هذه الرندة ديال الحصيرة مخدومة بالطرز ديال الرباطي باليد كيف ما كتشوفوا. هذه الرندة ديال الحصيرة عفوا والتنبات فيها شوية ديال الموزونة كيف ما كتشوفوا ديك الوريدات، وكاين هذه حتى هي بالرندة ديال الحصيرة وفيها بالتنبات الوريدات كاملة بالتنبات. نفس الشيء بالنسبه لهذه الرنده ديال الحصيره اللي هي الدرجه على الموضه هذا العام، وفيها ديك البريد الوريدات بالبريد والطرز ديال الرباطي ديال اليد، وكاين هذا القفطان هذا حتى هو بالرنده ديال الجاكار كيف ما كتشوفوا باللوينات، وكاين هذه الرنده ديال الحصيره مخدومه باللوينات انتما كيف ما كتشوفوا جات فنه في اللبسه، تدوك اللوينات جاو مواتين مع بعضياتهم. وكاين هذا القفطان هذا بالرندة، وكاين هذا الموديل هذا مخدوم بالاسود والشيبي كيف ما كتشوفوا والغوز مغلوق بالنسبه لنص طوق وعلى الكمام، وكاين هذه حتى هي بالرندة مزوقه بالطرز ديال اليد. نفس الشيء بالنسبه لهذه، هذه الرنده ديال الحصيره مخدومه عفوا مطروزه اولا مزوقه بالطرز، وكاين هذا الاخضر كيف ما كتشوفوا الرنده ديال الحصيره بالنسبه للون ديال الرنده مغلوق شويه على الثوب وفيه ديك التنبات. نفس الشيء بالنسبه لهذه، هذه فيها الطرز والتنبات بجوج بالنسبه للرنده الحصيره كيف ما كتشوفوا جات عريضه. هانتوما البنات موديلات مختلفين، كنقترح عليكم هاد الموديلات البنات اللي بغات شي حاجه تكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يعني افكار هيدا الزواقات ديال الرنده اللي عندها شي ثوب وبغات تخيطو بالرنده ومحتاره اين الزواقه اللي غتعملو، فهاد الفيديو هذا غتلقى مختلف الانواع ديال الزواقات ديال الرنده بالنسبه للرنده ديال الحصيره ولا بالنسبه ديال الرنده ديال الجاكار مخدومه كيف ما كتشوفوا، لا بالنسبه للتنبات ولا بالنسبه بالطرز، كل وحده على حسب الذوق ديالها. كاينه اللي كيتعجبها الرنده يعني تكون عريضه بحال هذه وفيها العقيده في الوسط، وكاينين اللي كيعجبوهم هيدا الرنده تكون خفيفه كما كتعرفوا بان الرنده خفيفه كتكون يعني ديال الدار، فتنات ديال الدار كيكونوا خفافين هيدا بالرنده. اما هذه البنات كما كتشوفوا فكتكون ديال المناسبات كتجي هيدا عامره بالنسبه للتنبات ولا بالنسبه للرنده. وكاين هذه بالازرق ملكي مخدومه بالرنده حتى لتحت كما كتشوفوا، ومخدومه بالطرز عفوا بالتنبات بالموزونه والعقيق المهرس، وكاين هذه مخدومه نص طوق رنده ديال الحصيره وفيها ديك الزواقات بالبريد، وكاين هذه الرنده ديال الحصيره كيف ما كتشوفوا بالاصفر مخدومه بالتنبات والطرز. نفس الشيء بالنسبه لهذه، هذه لا هذا فيها الكوزه البنات الرنده ماشي ديال الحصيره، رنده فيها ديك المربعات مخدومه بالتنبات اولا مزوقه بالتنبات عفوا. هذه ازرق ملكي مزوقه بالطرز بالابيض، هذه جلابه والقميص كيف ما كتشوفوا الرنده جات خفيفه، الدرس على الكمام الدرس ديال جوج على الكمام وعلى القب كيف ما كتشوفوا. وكاين هذه فراشه ديال الدار بالرنده ومزوقه بالطرز ديال اليد، هذه بالنسبه لازرق ملكي مخدومه حتى هي بالرنده مزوقه بالطرز، هذه حتى هي بالازرق ملكي كيف ما كتشوفوا عريضه جات عريضه فيها جوج انواع ديال الرنده ومخدومه بهذاك بالبريد عفوا. وكاين هذه الاحمر فيها باللوينات، هذه الرنده ديال الحصيره عاد زوقوها بديك اللوينات البنات.
بالنسبة لهذه حتى هي الراندا، جوج الانواع ديال الراندا في قفطان واحد. هذه حتى هي بالراندا، انتم كما كتشوفوا الافكار مختلفين البنات، وحتى اللوينات اللي بغات تاخذ فكره حتى على اللوينات، يعني اين اللوينات اللي غتنسق مع اللون اللي عندها. يمكن لكم تاخذوا افكار من هذا الفيديو، واللي بغات شي حاجه عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب. النمره غنخليها لكم في اول تعليق. وكاين هذا الموديل كما كتشوفوا، جات عريضه وفيها ديك الطرز، هما بالطرز نفس البنات ديال الثوب اللي كاينين في الثوب. هذه الرمادي مع الموف، انتما كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا القفطان بالحزام بالراندا، وكاين هذا القفطان ايضا بالراندا كيف ما كتشوفوا، مخدوم بجوج انواع ديال الطرز، فيه البريد وفيه الطرز ديال الرباطي. نفس الشيء بالنسبه لهذه، نفس الخدمه انما اللون مختلف وصافي. وكاين هذه الكورونه مخدومه حتى هي بالراندا ديال الحصيره، وفيها ديك اللوينات مطروزين يعني مزوقين زوقوا بها الراندا. وكاين بالنسبه لهذه بالاحمر مزوقه بالابيض والاسود. وكاين هذه كيف ما كتشوفوا حتى هي بالراندا مخدومه بالبريد. كاين هذه الراندا باللوينات، هذه شويه كتجي عريضه بالنسبه للكمام ولا بالنسبه للدوره ديال العنق عفوا. وكاين هذه في الرمادي جات مخدومه فيها الزمرد، ومن الخدمه كيف ما كتشوفوا هذه فيها الطرز، الراندا ديال الحصيره مخدومه بالطرز. هذه جوج الانواع ديال الراندا البنات في قفطان واحد ومخدوم بالطرز الرباطي. كاين هذا الاصفر ليموني كيف ما كتشوفوا مزوقين بالموف والاورانج. وكاين هذا الموف مغلوق مخدوم بالمطارد. نفس الشيء بالنسبة لهذه، هذه الراندة ديال الحصيرة عاد زوقوها بطرز. نفس الشيء بالنسبة لهذا الموديل، راندة ديال الحصيرة مخدومة بالطرز. هذه الراندة البنات هذه كاملة جات في الراندة، الوينات اللي كتشوفوا يعني كاملة جات في الخدمة ديال الراندة، ماشي مزوقين بها قفطان. صافي البنات، هادو هما الاقتراحات اللي بغيت اولا الافكار اللي بغيت نقترحها عليكم اليوم. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.